الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. قد تتمكن أن تخدع الناس لفترة، بل قد تتمكن أن تخدع نفسك ولكن لن تتمكن أن تخدع الله عز وجل، ولا أن تخدع رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الطيار الحربي الأردني الذي أخذه هذا الحزب المنحرف الناصبي الإرهابي المجرم، وقيل أنه أحرقوه، طبعا سمعتم هذه الضجة الإعلامية والسياسية الكبيرة التي أثيرت على هذه القضية. هذه القضية تعيد إلى ذاكرتي نقاط. أمر عليها بسرعة.
النقطة الأولى الكثير من الجهات المسلمة شجبت ونددت بشدة هذا الفعل الذي فعلوه بهذا الطيار كما يقال، سؤالي لماذا هذه الجهات الإسلامية تشجب هذا العمل وتمجد بأناس صنعوا أسوأ من ذلك بكثير كثير؟ أنسيتم الهجوم بالنار على دار فاطمة؟ قيل للرجل إن في الدار فاطمة، قال وإن؟ يعني ماذا وإن؟ يعني لتحترق فاطمة. قيل إن في الدار الحسن والحسين، قال وإن؟ يعني ليحترق الحسن والحسين. هذا الطيار طيار حربي، لا أعلم، لعله في قصفه قتل من هذا الحزب الإرهابي أناس وهؤلاء قتلوه، لعله، لا أعلم، لعله في القصف قتل طفل، قتلت امرأة، قتل شخص مدني، لا أعلم، أقول لعله، يمكن حرب. ولكن الهجوم على دار، إحراق دار، وفي الدار من لا يتجاوز عمره 8 وآخر في 7 من عمره، وبنت في 6 من عمرها، وبنت أخرى لم تتجاوز 5، وفي الدار امرأة الطهر، امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى، لا حاربتكم، لا قتلت منكم أحدا. هذا الطيار مهما كان فهو إنسان عادي، مهما كان إنسان عادي، ومليارات من الناس العاديين لا يقاسون بشخص واحد من الطاهرين. قتل طيار جريمة نكراء عندكم، ولكن إحراق دار أطهر مخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله ليست جريمة. لسان حالكم الذي قال والذي لم يقل أنها ليست جريمة، شاعركم يقول لسان حالكم، ليس هو قال شيئا، لا، هذا لسان حالكم، يعظم حرق دار أمير المؤمنين، يعظم من حرق دار أمير المؤمنين.
أكرم بسامعها أعظم بملقيها. حرقت دارك، حرق دار أمير المؤمنين يقول عنه أعظم بملقيها. حقا أتساءل، لا أريد أن أسب أحد أو أشتم أحدا، حقا أتساءل، أنتم لا تستحون من الله عز وجل في يوم القيامة؟ لا تستحون من رسول الله؟ تتمكنون أن ترفعوا رؤوسكم أمام رسول الله؟ ضمائركم تتحرك لقتل طيار حربي، ولكن لا تتحرك ضمائركم لإحراق دار بنت النبي. تتمكنون في يوم القيامة أن تنظروا بوجه رسول الله؟ لا تتحرك فيكم شعرة لأجل ابنة رسول الله. القضية لا تنكر، يتمكن أحد أن ينكر القضية تلك؟ متواترة أبدا. هناك أموات، ولكن على طيار حربي لا. جريمة نكراء كبيرة. الذين ارتكبوا هذه الجريمة كل العالم يعلم أنهم مجرمين، أنهم مجرمون، أنهم إرهابيون، أنهم نواصب، أنهم كفار. لا استغراب، ولكن أولئك يعظمون، يقدسون أي تقديس. الإنسان لا يستحي أمام الله سبحانه وتعالى. فاطمة الزهراء ليست حبيبة الله؟ أمير المؤمنين ليس هو نفس رسول الله؟ نقطة ثانية، حكومات بالعشرات، حكومات كبرى، قوى عظمى، نددت وشجبت بل تحركت عمليا في إحراق هذا الطيار، قتل هذا الطيار. لماذا؟ ما الذي حدث؟ جريمة نكراء ضد الإنسانية، جريمة ارتكبت ضد حقوق الإنسان. لا أنقل لكم جرائم ارتكبت سابقا، قبل ما يقارب من سنتين جريمة ارتكبت أبشع وأبشع عشرات المرات من هذه الجريمة، وعلى مرأى ومسمع من العالم. قنوات إعلامية عالمية في مواقعهم، لعله في تلفزيوناتهم، نقلوا الخبر بالصور ومقاطع الفيديو. مجموعة يخرجون إلى الشارع، يهجمون على دار عالم شيعي، لا هو طيار حربي، لا قصف مواقع أحد، لا قتل أحد، عالم شيعي. يهجمون عليه في هذه مصر قبل أقل من سنتين، يخرجونه إلى الشارع، ليس في مكان في زاوية لا أحد يراهم، فقط الكاميرات مسلطة، لا، أمام الناس بالشارع بالواضح علنا يخرجونه، ينهالون عليه بالضرب بكل الآلات المتاحة، آلات حادة، خناجر، سكاكين، أسلحة، أحجار، يطؤون وجهه وعينه بأحذيتهم وهو حي، يطعنونه بالخناجر في عينيه،
لا يتركون جريمة ما ارتكبوها في جسم هذا الشخص وهو حي، ويسحبونه في الشارع وهو حي، يصنعون به ذلك إلى أن يستشهد. قبل أقل من سنتين، أين الحكومات آنذاك؟ أين هؤلاء الحكام الذين نددوا بهذه القضية؟ قوى عظمى تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الدفاع عن حقوق الإنسان؟ هناك ألسنتكم أخرست، ما تكلمتم بكلمة واحدة. أنتم المدافعون عن حقوق الإنسان، الرافعون راية حقوق الإنسان، وسمعتم قطعا ويقينا أقول مواقع إخبارية عالمية نقلت حتى مقاطع الفيديو، نقلت الخبر بتفاصيله، وأيام عديدة نقلت الخبر، سمعتم وقرأتم وعرفتم. ما تكلم أحدكم بكلمة، لا أقول ما تحركتم، ما تكلمتم بكلمة. تلك ليست جريمة، تلك الجريمة الوحشية التي لا تصنعها الذئاب. ذئاب تصنع مثل هذا الصنيع؟ لا. طعنتموه، ضربتموه، صنعتم ما صنعتم، يعني الشيء كان بإمكان هؤلاء أن يصنعوا وما صنعوا ما كان. يعني ماذا؟ يعني كله كذب في كذب في كذب، يعني كله خداع. أحد هؤلاء الحكام للدول العظمى ما تغير خلال هاتين السنتين، الآن يضجون، ينثارون جريمة نكراء بحق الإنسانية. تلك لما كانت جريمة نكراء، كله دجل، كله خداع. أولئك الحكام الظلمة، أولئك الذين يدعون الإنسانية، وهذا طيار حرب، ذاك لا طيار لا حرب، عالم، احترام العلم، هذا احترام العلم. شخص أعزل، لا عنده سلاح، لا عنده طائرة، لا عنده شيء. تلك ليست جريمة، كذب، دجل، خداع. أولئك، هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء الإسلام، نفس هذا الشيء، كله كذب، كله خداع. لماذا نعرف أن هؤلاء كذابين، كذابون، دجالون؟ لماذا؟ حتى لا نغتر بهم. هؤلاء وضعهم هذا، حتى نعرف وضعنا معهم، حتى لا ننادي بأننا نحتاج إلى قدراتهم، حتى لا ننادي بالوحدة وغير الوحدة. هؤلاء وضعهم هذا. أنا مطمئن، مطمئن اطمئنانا كاملا، وأنتم راجعوا أنفسكم لعلكم تطمئنون. لو كان هؤلاء المجرمون الذين قتلوا الشهيد الشيخ حسن شحاتة، لو كان هؤلاء أخذوا حيوانا، حيوان، وصنعوا به هذا الصنيع أمام العالم بالشارع، كانوا يأخذون حيوان يطعنونه بالخناجر في عينيه، يضربونه بالعصي بالحجارة وهو حي، يدوسون على وجهه بأحذيتهم، يجرونه في الشارع وهو حي، العالم كان يتحرك، جهات كانت تشجب. إنسان عالم أبدا لا
يتحركوا. نحن نحتاج إلى هؤلاء، وحدتنا مع هؤلاء، مع من؟ مع الذي قد يدافع عن الحيوان ولا يدافع عن عالم من علمائك. مع أولئك ومع هؤلاء لا فرق. هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء الإسلام، وأولئك القدرات القوى، كلهم دجالون كذابون. حتى لا نختار. ثانيا، حتى نطيع أوامر القرآن الكريم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا عليكم بهم، أنت أعد لنفسك، لا تعتمد عليهم، هم لا ينصرونك. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا عليك بهؤلاء، لا بالكافرين لا بالمنافقين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور يقول: استغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. لا تحتاج إليهم. الإنسان يصبح أسيرا عند كريم لا بأس، ولكن يصبح أسيرا عند هؤلاء، لا يملكون من كرم النفس ذرة، لا يملكون من الإنسانية ذرة. القضية على الأقل قضية إنسانية. هذه الجريمة سيئة بحق أي شخص ارتكبت. هذه الجريمة تعلم الأجيال، تعلم الشباب على ارتكاب جريمة، شيء سيء على الأقل من هذا البعد أبدا، لأنه شيعي، عالم شيعي. توكل على الله، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنت اعتمد على نفسك توكلا على الله عز وجل، وأنت أحمل. نقطة ثالثة إخواني، عندما ندعو إلى التقرب إلى هؤلاء، وهذا وضعه، كل مرة هذا الصوت ارتفع نزلنا، كل مرة هذا الصوت ارتفع ارتكبت بحقنا الجرائم الكبيرة. خلاص بس، وهناك شواهد وشواهد في التاريخ. تعلمون لماذا؟ أولاً لأن النداء بأننا نريد الاتحاد معكم، لا يوجد فرق بيننا وبينكم، أولاً هذا النداء كذب، والكذب لا بركة فيه، كذب واضح. هذه النقطة ذكرتها قبل أسابيع. ثانياً، هذا النداء بصورة طبيعية، هذا من البديهيات، بصورة طبيعية يوحي إلى الآخرين بأنك ضعيف. الذي دائما من جهة واحدة ينادي أنني أريد أن أتحد معكم، يعني أنا ضعيف. هذا النداء عادة منا، من بعضنا. الآخرون لا يقولون بهذا النداء أبدا. لا أولئك لا هؤلاء أبدا لا يقولون. دائما أنت تنادي أنا أريد أن أتحد، يعني ماذا؟ إيحاء هذا الكلام أي شيء؟ إيحاؤه أننا ضعاف. طبيعي أنك عندما تبدي ضعفك هو يتجرأ. العالم ليس عالم الإنسان، عالم الحيوانات، عالم الغابة. قوى نفسك حتى أحترمك. العالم هذا العالم، ولذا الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو كان العالم عالم آدمي، لو كان العالم عالم إنسانية، ما كنت تحتاج إلى إعداد قوة، أنت عندك منطق خلاص. لا، القرآن الكريم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. العالم عالم ذئاب، لا أسوأ من الذئاب. أولئك كالأنعام بل هم أضل.
أضل. القرآن لا يقول أسوأ أصلا، في السوء لا قياس بينهم وبين الحيوانات، أسوأ من الحيوانات بكثير، لا من جهة الضلالة أضل، في السوء أصلا حيوانات تقاس بهؤلاء؟ حيوانات ترتكب مثل هذه الجريمة؟ عالم حيوانات، في عالم الحيوانات أنت تظهر للآخرين ضعفك، هذه من الحكمة. هذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا هذا ثانيا. ثالثا والأسوأ من هذه، إخواني أنا أريد أن أتقوى بك، أنا أريد أن أتحد معك. هذا الكلام سيء جدا، قبل أسابيع أشرت إلى هذه النقطة. هذا الكلام يعني توكلنا أصبح على هؤلاء، هذا جدا سيء، هذا خلاف التوكل على الله عز وجل. وأنت عندك الله، أنت عندك يد الله الذي هو مولانا وسيدنا في الخلق، صاحب العصر والزمان. أرحمنا في الله. تمد يد العون إلى هؤلاء، هذا سيء جدا. عندما أقول كلما ارتفع هذا النداء منا نزلنا، نزلنا توكلنا على الله يضعف، على الأقل أقول يضعف، إن لم أقل أنه نفقد أصلا التوكل على الله. هؤلاء 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 نريد أن نتقوى بهؤلاء، إذا اتحدنا مع هؤلاء أصبحنا أقوياء، نحن أقوياء بالله عز وجل، أقوياء بمولانا. هذا تأثير تكويني لهذه الكلمة السيئة، لا نريد أن نتحد مع أحد أبدا، نحن نمشي في دربنا في طريقنا، لا نتنازل عن عقائدنا لأجل إرضاء هؤلاء، لا نتنازل عن أحكامنا لأجل إرضاء هؤلاء، إرضاء ربنا عز وجل، هذا الذي نطلبه. أختم كلامي بحديث شريف، حديث عظيم جدا، أقرأ لكم هذا الحديث رغم أن هذا الحديث طويل إلى حد ما، بسرعة أقرأ لكم هذا الحديث، أخذ من أوقاتكم دقائق. استمع إلى هذا الحديث الشريف، هذا الحديث ورد في الكافي الشريف وفي مصادر أخرى عن الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، أموالي انتهت وأنا مسافر، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بك؟ تذهب إلى من؟ تريد أن تطلب مالا ممن؟ أنت في السفر أموالك انتهت، لا تريد أن تستجدي أحدا، لا تتمكن أن تعمل عملا في هذا البلد، من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت فلانا، فقال هذا المؤمن قال للحسين بن علوان، فقال: إذن والله لا تسعف حاجتك. أنت تريد أن تذهب إلى هذا؟ أقسم بالله عز وجل أن حاجته لا تقضى، ولا يبلغك أمله، ولا يبلغك أملك، ولا تنجح طلبتك، الشيء الذي تريده لا تصل إليه، والله أقسم بالله. هذا استغرب، لماذا هذا يقول هكذا؟ ذاك الشخص الذي كان يؤمله إنسان كريم مشهور بكرمه. قلت: وما علمك رحمك الله؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ تقول والله لا تصل إلى حاجتك. قال: إن أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب، يعني الكتب السماوية، يعني في الكتب السماوية غير المحرفة طبعا، يعني كلام الله عز وجل، حديث قدسي ينقله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لذلك المؤمن، وذلك المؤمن ينقله للحسين بن علوان في هذه القضية.
قرأت فيه أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول، حديث قدسي، ماذا يقول؟ يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس. والله، الله عز وجل يقسم بعظمته، يقسم بعزته وجلاله ومجده وارتفاعه، أنه يقطع أمل من يؤمل غير الله، يقطع أمله باليأس. ترجو غير الله، تأمل بغير الله، أقطع أملك. ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه، والعياذ بالله تعالى، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من فضلي، في بعض المصادر ولأبعدنه وصلي. أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ يذهب إلى من هذا؟ ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري؟ وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. الأبواب بيدي مفاتيحها، أنا أقول الأبواب كلها مغلقة. اطرق باب الناس، اطرق باب الدول، اطرق باب القوى، اطرق باب هؤلاء، أبواب مغلقة، أنا بيدي. الله عز وجل يقول: وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني. فمن ذا الذي أملني؟ أنت لماذا تذهب إلى الآخرين؟ أنا لا أنجي، أنا لا أعطي. فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ من جاء إلي أنا ما أعطيته؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، أنا حفظت آمال عبادي، ما أعطيتك حفظتها لمصلحة لك، هي محفوظة عندي، أملك ما ذهب ما راح، أنا أحفظ أملك، أعطيك أحسن منه، أعطيك في وقت أنت أحوج له. جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي. يوجد شخص يحفظ آمال الناس أحسن مني من الله؟ وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقت نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري؟ الذي طرقته نائبة أصابته مشكلة، هذا لا يعلم أنه لا يتمكن أحد أن ينجيه من هذه النائبة إلا أنا أو من أذنت له. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ تذهب إلى من؟ فما لي أراه لاهيا عني؟ أول ما تصيبه مشكلة نذهب إلى تلك القوى، نعمل أعمالنا، نتحد مع هذا وذاك خلافا لحكم الله عز وجل. أعطيته بجودي، عجيبة العبارة هذه، عجيبة، أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري. عجيبة، أنا أعطيته من البداية، هو كان طفلاً رضيعاً، لا طلب مني لا سألني، أنا مجاناً هكذا أعطيته ثم أخذته منه لمصلحة، من الذي أعطاك؟ أنا أعطيته.
الآن أخذتها لمصلحة، تعال إلي اطلب مني اسألني أنا أرده عليك. لا، الشيء الذي أنا أعطيته من دون أن يسألني وأخذته منه يريده يذهب إلى غيره. عجيب واقعا، بشر جهل، وكان الإنسان ظلوما جهولا. أي جهل هذا؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني، هو ما سألني، أنا مجانا أعطيته قبل أن يسألني عندما كان ما يفهم أصلا السؤال، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري. أفيراني، أو في بعض النسخ أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أنا قبل ما تسألني أعطيتك، الآن تسألني ألا لا أعطيك؟ قطعا أعطيك. العياذ بالله، العياذ بالله، لا يكون هذا اللسان حالنا، العياذ بالله. أبخيل أنا؟ سبحان الله، أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أنا بخيل؟ عبدي يتصورني أنا بخيل؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال؟ فمن يقطعها دوني؟ يوجد أحد يمنع الآمال أن تصل إلي؟ أفلا يخشى، العياذ بالله تعالى، أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ لا يخافون هؤلاء؟ الذي يؤمل غير الله لا يخاف من الله؟ لا يخاف أن النعم تذهب؟ لا يخاف عذاب الله؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا. كم هم أهل السماوات وأهل الأرض؟ كم مئة مليار، كم مليار مليار؟ أهل السماوات كل الملائكة وأهل الأرض الجن والبشر، كم هم؟ لو أن كل هؤلاء أملوا، كل واحد عنده آمال بالملايين، وأنا الله، والله يعطي لكل واحد من هؤلاء من أهل السماوات وأهل الأرض كل ما أمله كلهم، يعني يجمع كل الآمال لكل المخلوقات لهذا، ويجمع كل الآمال لكل المخلوقات لهذا، كل الآمال يجمعها لك ولغيرك، كم تكون؟ يتبين في قدرة الله، في ملك الله؟ ينقص من ملك الله إذا أعطاك؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم، لا ما أعطيته فقط آماله، لا أعطيت كل آمال كل الخلق، ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، من تقص من ملكي مثل عضو ذرة، لا مثل ذرة، مثل جزء ذرة. العبارة هذه، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ جدا عظيمة، جدا عظيمة. أنا قيم هذا الملك، كيف ينقص؟ العبارة الأخيرة، العياذ بالله تعالى، فيا بؤسا، الله عز وجل يقول يا بؤسا، فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. خلاص الإنسان يغسل يديه من الناس، ما أمره الله عز وجل، لا أخالف أوامر الله لأجل أن يرضى هؤلاء، بمقدار ذرة لا يخالف الإنسان، هذا المصدر. ويده في الخلق هذا المولى الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه. الآمال بهذا الخالق عز وجل وبيده في الخلق فقط.
بقية الآمال كذب، بقية الآمال منقطعة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى آله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وآل محمد عجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.